السلام عليكم. في الفيديو ده هنتكلم عن معلومة مهمة جدا بتهم كل الناس اللي بيشتغلوا في السبرينكلر سيستم، المعلومة المتعرف عليها بالنسبة للريليف فالفز. طيب، قبل ما نتكلم برضو احنا بنشرح دايما من نسخة الهاند بوك فيرجن 2019 اللي هي NVA 13 اللي ليها علاقة بالسبرينكلر سيستم ان جنرال. طبعا في ستاندرز تانية ليه علاقة بالسبرينكلرز زي ريزيدنشال سبرينكلر، دي في ستاندرد منفصل، بس هنا هنلاقي أغلب الجنرال انفورميشن اللي ليها علاقة بالسبرينكلرز. طيب، المعلومة الخاصة بالريليف فالفز واللي أنا حابب أشاركها معاكم إن إحنا كلنا عارفين إن في ريليف فالف اللي بيتركب فيه الفاير بامب روم، في الغالب بيبقى مع ترومبة الديزل، لأن هي بيبقى فيه تخوف من إن هي تعمل زي اوفر بريشرايزيشن للسيستم، وبالتالي بنركب الريليف فالف ده على اساس لو في اي اكسس في البريشر عن الليميتيشن المسموح بيه اللي هو ال 12 بار، يبدا يريليز اي ووتر وبالتالي الضغط يرجع للليميت الطبيعي ليه. برضه بيبقى في ريليف فالف تاني ممكن بيتركب على الكيسنج بتاع الخاص بالفاير بامب، سواء كانت الكتريكال او ديزل. هو في الغالب للالكتريكال، لان انا كده كده اوريدي الديزل بامب احنا حاميينها بالريليف فالف، المين ريليف فالف. فالريليف فالف اللي بيتركب على الكيسنج للالكتريكال بامب بيبقى مقاسه حوالي نص بوصة اللي هو 15 مللي، وبيبقى الغرض منه ان هو بيحمي البامب من اي اوفر بريشرايزيشن بيحصل جوه الكيسنج الخاص بالبامب. طيب، في ريليف فالفز بتركب تاني في ان في 13، المعلومة دي برضو كانت بالنسبة لي جديدة شوية. زي ما احنا شايفين في الصورة بيتركب بريشر ريليف فالف في البوتوم الخاصة بالرايزرز. يعني لو أنا عندي ده كده الهيدر، إحنا شايفين في الصورة ده الهيدر اللي خارج من البامب روم، وبدأت إن أنا بوزع رايزرز. الرايزرز دي سواء رايحة في كومباين سيستم أو سيبريت سيستم، رايحة لفيروس كابينتس أو رايحة لزون كنترول فالز عشان أغذي منها سبرينكلر. فبيبقى فيه تخوف في المنطقة دي بالذات، طبعا بيبقى متركب فيه تشيك فالفز عشان امنع ان ساعه مثلا انا بعمل درين للشبكه ان يحصل باك فلو، ان الووتر اللي خارجه من او اللي ترجع من الرايزر دي الاقيها راجعه لي بتعمل باك فلو على البامب، وممكن تعمل زي ووتر هامر يبوظ الفالفز اللي موجوده في البامب روم. فبيبقى في التشيك فالفز المتعارف عليها او اويس اند واي جيت فالف بتمبر سويتش، والفلو سويتشز دي بيبقى الغرض منها ان هي تقول لي ان عيني رايزر ساعة وجود حريق ان الفلو رايح للرايزر ده، وان الفلو اللي بيحصل موجود على الرايزر ده او في الاتجاه ده. طيب، حاجة كمان بتتركب بالبريشر جيجز عشان نبقى عارفين بس البوتوم اوف رايزر بنتركب عليها ايه، هي بتبقى نفس المنظومة دي. ده كده اللي تشيك فالف او بيبقى هو السندوي جيت فالف عادي مع تامبر سويتش، وبيبقى متركب معاه المفروض قبليه وبعديه. المفروض الطبيعي او الاصح يعني يبقى متركب بعديه وقبليه بريشر جيج عشان يقول لي البريشرز قبليه وبعديه في الليمتس بتاعتها ايه، او في الليمت الطبيعي ولا لا. لان ممكن يكون مثلا بريشر، لو انا حاطط بريشر جيج قبل التشيك فالف يكون هاري القيمه الطبيعيه، نلاقي بعديه لا ممكن يكون حصل زي ترابنج للووتر في التشيك فالف، فبالتالي القيمه بتاعت الضغط هنلاقيها قرب الزيرو. اي معنى كده ان في مشكله في التشيك فالف ده، ان هو لازم يتغير. فالقرايات دي بتاعت البريشر جيجز توضح لي ان المنظومه بتاعتي شغاله تمام. فبنقول بقى ان ممكن كمان بعد الاسمبلي ده او الاجزاء اللي احنا اتكلمنا عليها دي نركب بقى كمان بريشر ريليف فالف زي اللي موجود في الصوره على الرايزر ده، تاخد منه كونكشن بنركب ريليف فالف قطره نص بوصه او 15 مللي، وبعديه بريشر جيج. الغرض منه ايه؟ الغرض منه ان بيبقى فيه زي تراب دي اير جوه المنظومه، حتى لو احنا عاملين بيرج كويس وضاغطين الشبكه بوتر بس الليمت اللي احنا عايزينه، ممكن نلاقي ان يبقى فيه زي تراب دي اير، هواء مضغوط جوه الشبكه. الهواء ده يعمل ايه؟ يبوظ الكومبوننتس الرئيسية، أو ممكن مع درجات حرارة عالية لو يكون جزء من البايبس دي اكسبوزد معرض للشمس، فالهواء اللي جوه اللي معرض للشمس مع درجات الحرارة العالية دي ضغطه هيزيد جدا، هيقل عن الليميتيشن اللي هو ال 12 بار، وبالتالي
هنلاقي ان ضغط الميه بيبقى يزيد عن الليمتس الطبيعيه والمسموح بيها، فبيبقى وظيفه البريشر ريليف فالف ده ان هو هيريليز اي ضغط زياده. طب ليه في البوتوم للرايزر؟ لان ده اعلى نقطه هيبقى موجود فيها ضغط في الشبك نتيجه الاستاتيك هيد الخاصه بالرايزر. يعني الرايزر ده طالع بيغذي مثلا 40 دور 30 دور في مبنى هاي رايز، هنلاقي ان النقطه دي او الفيتنجز دي تي دي مثلا عليها اعلى ضغط ممكن الشبكه هتشوفه، وبالتالي لازم اركب البريشر ريليف فالف ده. طيب ايه المكان تاني اللي انا ممكن اركب فيه البريشر ريليف فالف ده؟ اه، عند الزون كنترول فالف، في الزون كنترول فالف ستيشن بعد التشيك فالف. احنا عارفين الزون كنترول فالف لو احنا شفنا صورة ليها، الزون كنترول فالف اللي هي بتخدم كل دور، ممكن سريعا نشوف صورة ليها على النت. هذه الصورة دي متعرف عليها، نعم بنلاقي إن في هنا بيبقى هو دي كده السايد اللي رايح للسبرينكلر سيستم، هيوزع عليه السبرينكلرز، ودي الكونكشن اللي بتاخده من الستاند بايب. بنحط اللي هو اس اند واي جيت فالف، بعديه التشيك فالف، بعديه البريشر جيج، وبعديه الفلو سويتش. طب في حالة إن الضغط هنا معدي ال 12 بار، إحنا عارفين إن أعلى ضغط بيشوفه السبرينكلر هو 12 بار. طب لو الضغط وصل ل 13 أو 14، يبقى أنا على الزون كنترول فالف دي عند الكونكشن دي، لو الضغط 14 أو 13، يبقى أنا على الزون كنترول فالف دي لازم أركب بريشر ريليف فالف. يتركب فين؟ يتركب بعد التشيك فالف، يبقى قبل البريشر جيج وبعد التشيك فالف في اللوكيشن ده بالظبط بنركب البريشر ريليف فالف، عشان أضمن إن كده منظومة السبرينكلر اللي في الدور ده أو في الأريا دي اللي هي 4800 متر مربع خلاص هي محمية أوريدي دي ببريشر ريليف فالف، هيوطي لي الضغط لحد الليمتيشن الطبيعي اللي هو 12 بار. يبقى ده كده تاني لوكيشن. في وسيلة حماية تانية غير البريشر ريليف فالف، نرجع للجزء اللي إحنا بنتكلم فيه. وسيلة الحماية دي بتبقى عن طريق اللي احنا بنركب زي فالف، بتبقى اير فيسل زي اللي بتركب مع البامبس الدوميستيك ووتر او بامبس عادية، عشان كوسيلة للكنترول، وان انا اليمت البريشر بتاعي في المنظومة لليمت معين بنركب البريشر فيسل دي، بحيث اي تمدد هيحصل او اي زيادة في الضغط هتمتصها البريشر فيسل دي، ويبقى انا كده ضمنت ان البريشر ليميتيشنز نوت اكسيدد اللي هي ال 12 بار. شكل البريشر فيسل يعني ممكن تكون مش باينة أوي هنا، بس هي هتبقى حاجة بالمنظر ده. إن أنا عندي ده الرايزر أو دي الستاند بايب، هنجيب الإير فيسل دي وعندي لوكيشن معين هنوصلها بيه الستاند بايب، هتبقى جزء منها ووتر وجزء منها هواء. طبعا هتبقى الجزء الووتر اللي هو مربوط بالستاند بايب، والهواء هو اللي بيمتص الزيادة والنقصان في الضغط ده. دي كده كانت معلومة بخصوص البريشر ريليف فالفز ومكانها واستخداماتها بتبقى فين. يبقى كده قلنا اللي في الفاير بامب روم، واللي على الفاير بامب الالكتريك فاير بامب، واللي ما عند الزون كنترول فالف بتخدم كل دور، وعند البوتوم اوف ذا ويت رايزر عشان أليمت البريشر دي 12 بار. شكرا.